إلى شأنها الاقتصادي الآن، 16 مليون دولار هي قيمة فاتورة 6 أشهر من استيراد فاكهة الموز، الأمر الذي يتناقض تماما مع سياسة الحكومة في ترشيد النفقات وعدم تحويل العملة الصعبة نحو الخارج. التقرير لأحمد قارف. ترشيد النفقات هي السياسة التي لطالما يتغنى بها أعضاء الحكومة في كل خرجاتهم الميدانية وندواتهم الصحفية، إلا أن الحقيقة في الميدان شيء آخر. ففي معلومات تحصلت عليها قناة النهار من مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة تؤكد أن الجزائر استوردت ما قيمته 16 مليون دولار من فاكهة الموز فقط في أقل من 6 أشهر. في ظل تراجع حصيلة الواردات بنسبة 50%، الحكومة لازالت لحد هذه اللحظة لم تضبط فاتورة الواردات، بحيث أنه نشهد هناك واردات كثيرة للمواد الكمالية. الحكومة تقول بأنها صدرت خارج قطاع المحروقات التمر بمبلغ 25 مليون دولار، فإذا خصصنا منه 16 مليون دولار لاستيراد الموز، فماذا نترك للباقية؟ وزارة الفلاحة التي سقفت قيمة المستوردات من الفاكهة بثمانين ألف طن سنويا من كل نوع عبر رخص استيراد، هذه الأخيرة التي أشعلت نار الفتنة بين المستوردين الذين يشتكون من المحسوبية في إعطاء الرخص لأبناء المسؤولين. الحكومة للأسف الشديد أثبتت بأنها لحد هذه اللحظة لم تتمكن من التحكم وضبط الأمور، خاصة على مستوى اللوبيات. هؤلاء المستوردون الذين يقدمون مصلحتهم الربحية على مصلحة الاقتصاد الوطني. 16 مليون دولار في أقل من 6 أشهر، قيمة يمكن للحكومة الجزائرية أن ترسي بها قواعد مصانع لتشغيل الشباب وتحقيق انطلاقة اقتصادية تساهم في الاقتصاد الوطني عوض استيراد الموز.